أقول لك أعرف عضو شرف وداعم والصفقة بتتم. يا شيخ طير يا شيخ، والله أن اللعب سكة ولا هو مستوى الهلال بعد. بالعكس، هذا لو راح جيفنكو يلعب مكانه. شوف شوف راح ربع ذا شو ننزله. أبو اسكت اسكت لحظة. ألو سم، طال عمرك بشر وقع. أي كفو 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 كفو. من اللي وقع؟ تلسكا. متأكد؟ إيه متأكد، أقول لك عضو شرف أعرفه أنا. تلسكا تلسكا؟ إيه تلسكا تلسكا. أنت تتكلم جد؟ إيه. أجلك مني أحلى بشارة. وراك تأكل. طيب وحساب. أول شيء أحب أشكر الهوست اللي أعطاني المايك. ثاني شيء عندي لكم خبر حصري بحكم قربي من عضو شرف نادي الهلال، تلسكا هلالي وقع والإعلان اليوم عن طريق حساب النادي، وحسبوني على ذا الخبر. كفو كفو يا عامر. كفو كالطيب. تجيب العلم يا عامر. عفو عليك. أنا ما أدري يا إخوان لين متى عندنا مشكلة في الصفقات. الهلال خلصوا مع تلسكا وحنا مستهنسين ببتروس بس عشانه يقول أس أس. يا حبيبي تلسكا منتي وكبير في العمر. طيب وين الإدارة؟ ليش ما تتحرك؟ نبي صفقات بديلة على الأقل، حنا داخلين على آسيا. أزعجتونا أدخل واحد يوم جد بلا صفقة من أهم صفقوا روسكم في جدر. ما بقلش قلبك باني ليه، ما بقلش ليه خدعتني. ملاك فهميني وش ذا الحظ اللي ما يخلص 64 بطولة كلها حظ؟ مرمن عرفت الكورة والهلال هذا حظه. تدرين عاد أبوي نصراوي وعماني هلاليين وكلهم متفقين على هذا الكلام. اوكي والمطلوب؟ انا احب الهلال لانه محظوظ. وش تبين؟ بس بعلمس انك مخفط على عمرك. انا متذوقه للكوره، تدرين عاد اني لحقت على النصر من ايام الهرايفي، وقتها الهلال حق ذا ما لحس. واذا لحقتي عليه من ايام الهرايفي؟ انا لحقت على الهلال ايام التمياط وابو اثنين. وبعدين بنات ما صارت، هذه ثالث مره عيد سنابه بسببكم. بنات صوتي راح، ارحموني صوتي راح. سلامات سلامات، انت الثانيه روح اضيفي غني برا انت وصوتك. وين نروح؟ أصواتكم تلعلع لين آخر الشارع. وين؟ وبعدين يا ليت على شيء يسوى، على كورة. أقول احترمي أنوثك أنت وياها. أيوة أيوة. وينه وينه؟ منو؟ مالك دخل. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، مريض أنت؟ ايش بخوفت عامر وهو نايم؟ مو هو انا اللي بخوفه، والله بيخاف من اللي بيشوفه الحين. شف انا نصراوي تاليسكا. هم عاد وقع معكم؟ اكيد لاعب عالمي. بيوقع مع مين؟ اكيد مع عالميين مثلنا. وحنا انت بخلوكم على قهوه قهوه. ابوك القهر ابوك القهر. ايش من قهر؟ يبغى قهوه. اليوم لازم كلنا نغرد ونقول نبي تعويض عن المهزلة اللي قاعدة تصير. ملعبنا وخذوه، تلسكا وخذوه، قاعدين ياخذون اللي يبون. ايه بس حنا حدتنا الكفاءة المالية. اي كفاءة يا ابو كفاءة؟ النصر ما بيقل لي يوقع معي انا من كثرة الصفقات، وبسم الله على كفاءتهم ما جاها شيء. وحنا بس نتفرج. حنا لازم نطالب الادارة بصفقة عالمية. حنا الهلال يا ابوي. مسلكين نبفيت وجايب دراوت يمشيهم. حبيبي تلسكا لعب عالمي، والعالمي ما يجي إلا للعالمي. وبقول لك معلومة، أدري بتقهرك لكن هذه معلومة لك وللجماهير. ترى تلسكا منذ الصغر عاشق نصراوي وكان يحضر في المدرجات في بطولة أندية العالم اللي في البرازيل. قصدك النصر اللي ترشح لها؟ يا أخي لا يقاطعني. لحظة يا عبد الرحمن، تفضل أبو تركي وصل فكرتك لكن بهدوء يا أبو تركي. لا طيب شوف، أنا بقول لك معلومة لك وللجمهور وأدري إنها بتقهره. ترى ديدا الحارس البرازيلي كان يقول ان تلسكا يروح يبيع على الأرصفة بطاطس مقلي علشان يجمع تذاكر ويحضر مباريات النصر. وللمعلومة كان مالح شوي البطاطس وعليه شوي كاتشب. سبحان الله، نفس العقلية، جمهور وإعلام. باقي شوي ويقول ان بيليه كان يقول ماجد عبد الله أفضل مني. مقبول لأن فريقك مو بعالمي ما حد يعرفه. ايه عالمي غصب عنك اوكي، وما أخذ كاس آسيا اللي ما شميته، ولاعب كاس العالم بعد يا ورع. يا حبيبي عالميتك هنا قرايبة في قطر، لو رايحين بباص أحسن لكم.
يا حبيبي احنا عالميتنا في البرازيل. يا حبيبي يا حبيبي كررتها مرتين واكررها لك المره الثالثه، حنا لاعبين في كاس العالم الرسمي ما هو بالتجريبي، بعدين وش دخل كاس العالم للمنتخبات الجايه بقطر؟ مسوي تحشر ورع. يلا تعال يا حبيبي هناك. شوف استاذ فهد انا عندي خبر حصري. تفضل. وانا كمان زيه يا استاذ فهد عندي خبر حصري. لحظه الله يرحم والديك ابو فارس، انت من يوم سويت الكيتو وانت بس تقاطع. اصبر خلنا نسمع خالد. تفضل خالد. زاد فضلك. الخبر الحصري هو تعاقد نادي الاهلي العريق مع اللاعب الجماهيري المعروف باولينهو، لاعب برشلونه السابق والمنتخب البرازيلي كذلك. يا قدمه، من 6 شهور عندي ذا الخبر. شوف يا خالد، ان تمت هالصفقه بالتاكيد صفقه كبيره للاهلي وعشاقه، ونقول الف الف مليون مبروك للاهلي وعشاقه. يس يس يا حبيبي يس، ايش فكك اخيرا اللاعب زي الخلق والاوادم. تعالوا يا انديه تعالوا، والله انا شخمتكم شخمطه. يا ابوي انتوا طفرانين ما عندكم فلوس، كيف جبتوا لاعب عالمي زي ذا؟ حبيبي هذا كله بالنيه الطيبه والدعاء. الله الله يرزقنا زي ما رزقكم. يلا يا ابو فارس سمعنا الان الخبر الحصري اللي عندك، اللي تقوله. الاتحاد سوى صفقه الموسم 10 مليون يورو، نقلت كورنادو من الشارقه الى الاتحاد. ياه ما بدك تخلص دعوتك لجاكم لاعب؟ ما نبغاه يا ابوي، مسلقنا الثعلب الميركاتو بلاعب من الدوري الاماراتي، ما نبغاه، نبغى لاعب عالم زيه. بس لاعب ب 10 مليون اكيد انه كويس. طيب عبد الرحمن بالنسبه للهلال وش وضعه؟ انا بقول شغله واحده بس الجمهور الهلالي، ما يبطي السيل الا من كبره. الطيور طارت برزاقها، كل نوقع الا قدرت تتفاوض. بنات ما قد مر عليكم هالصوت؟ رؤساء الانديه الثانيه يوقعون، احنا رئيسنا بس يعرف يتفاوض، قبل شهر يتفاوض، امس يتفاوض، اليوم يتفاوض، بكره يتفاوض. يا اخي وقع خلص الصفقه، حركت اعصابنا. لحظه لحظه، هالصوت مو بغريب علي، في خيارات؟ ترى مو مسابقة هي، تسألك عرفتيه ولا لا؟ يا اختي الصوت يجي ويروح، مألوف. والله ما ألفته. أما بنات ما عرفتوه، هذا صوت الطعس عامر. اليوم يتفاوض، بكرة يتفاوض، بعده يتفاوض. بس والله طلع جلاد، برد حرتي في إدارة الهلال، وموتوا قهر يا بعض الناس. أقول ما جمع إلا وفق طال عمرس، ها؟ تكسيرة وطار. تاليسكا وطار، بريرا لنا شهر مفاوضة. وش ذا المفاوضات اللي أطول من وجه ياسر؟ قفط صوتك وأنا أسمع المساحة باستراحتنا. وش رايك فيني؟ والله جلاد كفو عليك. تبيني أجلد كنو والفرج؟ منهم ذولي؟ عيال حرتنا. الله يوفقهم، أجلدهم بعد. هذا نظامك؟ غريب يا عامر، أول مرة تعزمني على كوفي. بالعكس أنت خويي وحبيبي يا كفتة. إيش المناسبة؟ خلنا نركز. اسكت اسكت. تركز في إيش؟ مو بشغلك يا أخي، أطلب حلا، أطلب كافي، أي شيء على حسابي، بس لا تشغلني. أشغلك عن إيش؟ درج أنت، ما تفهم ما تفهم. خلاص يا أخي طلب لك أي شيء بالعربي، أنا جايبك هنا مزهرية. أوكي يا معلم، جيب واحد شاي مع المكسرات. للأسف تعطلت مفاوضات بريرا وما راح يوقع. أيها القهر، لا تزيدني قهر أكثر من كذا. أنا قايل لك من أول إنه هو اللاعب الوحيد اللي يقدر يعوضنا مرارة سحبة تاليسكا. هلا سيري، مبروك عليكم الصفقة الجديدة حبيبي. صفقة ايش؟ يا حبيبي انسلموا خلاص زي الاتحاد. انت ايش دراك؟ حبيبي ابن خالتي يعرف كريم الاحمدي عز المعرفة، ويقول هو رايح المغرب وجاي عندكم انسلموا، الحين ترى في جدة. يا جمالها يا جمالها ولدي الليلة جمالها تحنوا عليه. من عندي يا اتحادية ومن مصدر موثوق وخاص، أنسلمو في جدة وحيوقع مع الاتحاد، كده فريقنا ترتب، صار كده في محور قوي مع كورنادو وحجازي وقروهي. واي 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 الدوري بس. كابتن أجل تبون أنسلمو ها؟ كيف كده والله غش؟ يا
يا ابوي حنا يا النصراويين اي لاعب نبغاه نشتريه بخشم الريال. الحين جمعنا انسلمو وابو بكر وما ننسى الاسطوره الصاطي الظاهره حمد الله. شفت شي في طريقك وعجبك شله شله شفت شي في طريقك وعجبك شله شله حتى انت قلت علي؟ والله مالي دخل بالكوره انا بس قالها بعطيك 50 وغنى. دقيقه دقيقه مردوده يا نصراوي. ها يا حبي هذه رضاوه. سري تعال دق دق تبي ليمون؟ حط لي.